الله، احنا جبنا ايه؟ ايفون 13 برو ماكس. قول لهم ده احنا هندلعكم فيديوهات. احنا ايه؟ دوريات هندلعكم فيديوهات يا جماعه، انا وناصر الفتره دي. امسك حلامي، امسك يا حلامي، ده بتاعي يا عم، تنصب عليا من اولها. بتاعتي بتاعت انا. لا بالراحه بالراحه، لا ده مش زي التاني. لا لا، التاني كنا بنرميه الدور العاشر. بتاعت ناصر مين يا عم؟ والله يا جماعه بتاع انا عايز اخده يا ناصر. لا مش هينفع ده يا ناصر، مش هينفع ده. انا ممكن اشيل بتاع ده الاول. انا ممكن اروح، بص دي الوحيد مش هينفع خالص. بصوا يا جماعه، طب استنى هوريه لهم بس. يلا قبل ما نفتحه، طب اصبر اصبر بس قبل ما نفتحه نوريه لكم كده الموبايل الجميل بقى ده. بص اقصد انا حاطه في العلبه من ساعه ما انا جايبه امبارح، حاطه في العلبه من ساعتها مش عايز اطلعه. قبل ما افتحه اوريه لكم، عايز اعرفكم بس حاجه واحده. احنا بدانا ازاي انا وناصر، وصورنا بموبايل عامل ازاي اول ما بدانا على التيك توك وعلى اليوتيوب. اول ما بدانا على التيك توك واليوتيوب بدانا بالموبايل الحقير ده. بس اصيل والله والله. الموبايل اوبو ده، هو اوبو مش عارف اوبو واحد او حاجه. طيب اصبر اصبر اصبر، اوبو ده هو الواحد ده اهو الحق. بصوا يا جماعه والله العظيم كان مدلعنا اعلى دلع. بعد الموبايل ده جبنا الموبايل اللي احنا بنصور بيه ده. الموبايل اللي احنا بنصور بيه ده هو تاني موبايل كان معانا على التيك توك وعلى اليوتيوب. لا ده فاصل شعر، ده خلاص ده شحر. ده لما جبت الموبايل ده عمل لي حركة عيب، قال لي سيبني بقى ارحمني، قال لي ارحمني. ما هو بتاعت عمه، هو قال لي ارحمني يا عبد الله. قلت له بصراحة أنا جيت على الموبايل ده حابب أقول لكم حاجة صغيرة، بس حاجة صغيرة قد كده. الناس اللي حابة تدخل المجال ده أو حابة تبدأ المجال ده، أوعى تفكر إنك هتطلع مرة واحدة. اوعى تفكر انك هتطلع مثلا تجيب كاميرا نظيفه، موبايل نظيف، مش عارف ايه. ابدا باي موبايل. انت مجرد ما جبت موبايل مع الرينج لايت خلاص الموضوع خلص. ما تفكرش بقى انك لازم اجيب بقى حاجه عاليه ومش عارف. بس كده اتعور يا ناصر، كده اتعور والله العظيم. ده نصيحه من اخ لاخواته. بس ابدا باي موبايل ادام انت حابب الحاجه دي، ابدا باي موبايل. يعني انا باذن الله حاسس ان يا خلاص بقى الحمد لله احنا عدينا مرحله حلوه. لا انا اللي جبت ايه اللي انت اللي جبت تليفون؟ انا اللي جبته. انت حرامي. انا اللي حرامي؟ انا اللي حرامي؟ انت حرامي. طب بذمتكم مين اللي حرامي يا جماعه؟ انت اللي حرامي والناس عارفه ان انت اللي حرامي. يا عم محدش هيصدقك. انا هفتحه واوريه لكم يا جماعه. مين اللي هيفتحه يا عم؟ اقعد يا عم. انا هفتحه يا عم، ما تضحكش عليا بقى يا عم بقى. التليفون بالزباير. اه ماشي يا جماعه كده وكده. موبايل ناصر ده هناك، ده في العش. ده انت تكسره في يوم. ده ماشي ماشي خلاص ماشي خلاص اهو. هنقول لهم انت حرامي يا عم، انت اللي حرامي يا عم وربنا. طب لا ما ينفعش ده تعامله كده. ده انا هاخده في حضني وانا نايم، وانا داخل انام جوه حالا هاخده في حضني كده، لانه لو وقع على الارض ايوه خد براحتك ده يا معلم. الاثنين حلاوتك. فزي ما قلت لكم ابدا باي موبايل والله العظيم، اي موبايل ادام انت حابب اللي انت هتعمله ابدا باي موبايل. ما تفك اوعى، مش عمرك ما يطلع مره واحده. طور من نفسك. الايفون معاك، عايز تجيب احلى من الايفون هات كاميرا نظيفه، صور بكاميرا نظيفه. بس طور، كل ما تلاقي نفسك مثلا اي حاجه جايالك طور بيها في المجال اللي انت بتحبه ده. صح يا ناصر؟ صح. يلا تعالوا نوريهم، يلا الايفون نوريهم الايفون بتاعنا بتاعنا. طب ثانيه ثانيه ثانيه، هوريه لهم هوريه لهم. الله، طبعا احنا جبناه امبارح وفتحناه وكل حاجه، بس انا حابب اوريكم برضو من اول ما فتحته. بصوا يا جماعه ايه ده، انا فاتحه بالمشقلب. بصوا انت حرامي. انت لا ده انا ينفعش ده، انا عينه تاني كده. مش انا وريته لهم خلاص. هات كده ثانيه واحطه كده عشان اوريهم الشاحن والحاجات اللي معاه. يلا امسك يا عم، انت اللي حرام والله. ده طبعا الشاحن الاصلي بتاعه، عشان لو حد يعني اوعى طبعا اللي هيخليك تجيب ايفون غالي مش عارف ايه، فلازم تجيب الشاحن الاصلي بتاعه. لا يا ناصر لا 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 لا، اهو ايه ده، اهو الايفون بتاع ناصر يا جماعه. استنى اهو اهو يا جماعه، خد يا حبيبي، انا جايبه لناصر حبيبي اصلا.
طبعا ايه كمان، الشحن برضه اهو، كنت لسه بشحن بيه حالا اهو. اهي يا جماعه الاصلي، الاصلي والله. وطبعا السكرين ده برضه دفعنا فيها كتير برضه، فقلنا بجملت بقى مره واحده. ودي حلامي، وده الجراب بتاعه، بس هو ايه، انا ركبته خلاص. الجراب بتاعه، الجراب بتاعه حاجه جميله جدا. بصوا محافظ عليه من كل ناحيه، يمين شمال. ثانيه اصبر، يمين شمال محافظ، يعني لو وقع اي وقعه باذن الله ولا اي حاجه خالص. ما تفكرش تقول بقى خدها اشيله من غير جراب ومش عارف ايه، عشان لا 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 اشيله بجراب. احنا عارفين ان هو شكله جميل من غير جراب، بس احنا هنضطر نشيله بجراب. لا ده ناصر، اللعب والتك في الحمام مش هينفع في الموبايل، مش هينفع يا ناصر. كل اللي عايزين نقوله لكم انا وناصر، عشان نقول لهم كل اللي عايزين نقوله وناصر، استعدوا للفيديوهات الفتره الجايه، استعدوا للحاجه. بصوا بقى يعني شوفوا الفرق النهارده، الفيديو عامل ازاي والفيديو اللي هينزل بكره عامل ازاي. هتشوفوا فرق كبير جدا. وانا عارف ان انا سكت كتير على حفله ال 500,000، والله العظيم انا مشغول جدا ومش عارف اخد يوم اجازه من الشغل واروح نعمل الاحتفال، بس هنعمل الاحتفال ال 500,000 في اقرب وقت، لان احنا داخلين على المليون اصلا. انا وناصر داخلين على المليون، فاحنا هنعمل حفله. يا عم بس يا عم الله يسترها معاه. ناصر ده اخره موبايل نوكيا يقعد يكسر فيه. بس حبيبي شكرا. فزي ما قلت لكم برضه، فين الضحكه يا ناصر؟ زي ما قلت لكم انتظروا حفله ال 500,000، وطبعا هيبقى فيها مفاجاه ليكم، يعني فيها مفاجاه ليكم، مفاجاه كبيره جدا، وناس كتير فيكم هتكسب معانا هدايا كويسه جدا. بس ركزوا معانا الايام اللي جايه، والله كلها مسابقات جدا. ويلا كله يكتب كومنتات، وهناخد احسن 5 كومنتات، اكتر كومنتات هتجيب لايكات هما اللي هيكسبوا معانا وهيكونوا معانا في الفيديو الجاي، هيطلعوا معانا في الفيديو الجاي. اكتر كومنتات عليها لايكات. قول لهم جاهزين يا عم، والنبي بس يا ناصر بقى، بس يا ناصر. انا الكبير، اما ده بقى انا هاخده في حضني كده بقى وادخل انام. صح يا ناصر، هاخده في حضني كده بقى ايه وانام كده بقى. انا عمال بقى كده بعمل كده واقوم مسح بعديه كده لحد بس ما ياخد على الرزع والهبد، وبعد كده هنعامله معامله عاديه. قشطه ماشي. اروح بقى انا اجهز الفيديوهات بقى، هجهز لكم. هتوري الماما؟ روح وري الماما. طب قول لهم باي الاول. باي. ادوهم بوسه. فين الضحك؟ في الضحكه. باي. فين الضحكه؟ روح وري الماما يلا. يلا انا هقفل بقى، وجهزوا الفيديوهات الفتره الجايه، كله اكتب كومنتات عشان الكومنتات هتفرق جدا. كل يعمل لايكات كومنتات شير على طول، اكتر 5 كومنتات تجيب لايكات هما اللي هيكسبوا معانا وهيكونوا معانا في الفيديو الجاي. اساميهم هتظهر معانا في الفيديو الجاي، وانتظروا اللي جاي، مش هقول حاجه اكتر من كده. ونختم الفيديو، يا ساتر